ما كان ناقصنا غير قصص أمينة. اتصل بالضابط هلا، بيكون نايم الصبح بحكي معه. اتصل، بلك الزلمة كذاب، بكرة بيقول إنه ما اتصلتوا. مغلق، ما قلت لكم بيكون نايم؟ انتوا اثنين تشتغلوا بنفس المكان، شي غريب. مزبوط، شو الغريب؟ طلعوا لي منيح بهالصورة، بتعرفوا شي؟ هذا حقي. ايه والله، هذا ما له زمان عم يشتغل معنا بالمشغل. اليوم اتصل مرتين من تليفوني. وين ممكن لاقي؟ بتعرفوا؟ هو عم ينام بالمشغل. ايه، أنا جبته على المشغل، صادفته وأنا بالطريق، كان عم يدور على شغل، جبته معي وشغلته. هالحقي هاد قصته طولت كتير ولازم ننهيها. وين المشغل؟ الو الو، مين عم يحكي معي؟ انت مين بدك؟ انا نيرمين، انا عم بسأل عن حسين. انت الحارس الجديد ما هيك؟ ايه نعم، بس حسين هلا مو هون، صبح بيجي. بعرف يا اخي، انا مرته. حسين كان بالبيت واجت الشرطه واخذته وراحوا وتليفونه مسكر. ليش اخذوا الحسين؟ ما بعرف، بالظاهر مشتبهين فيه مع حدا تاني. والله انشغل بالي. امتى اخذوه؟ من شي ساعة ونص. سألوا عن شغله، قلت لحالي بركي. ألو؟ ألو؟ سكر. إجا بابا، إجا بابا، اركضوا اركضوا. أنا بورجيك يا سميح الكلب، أنا بورجيك. ما لقينا حدا سيدي. هرب. الله يلعنه. ميرنا، في ايه عمري؟ صباح الخير.